ملكا. اللهم حطم عرشا. اللهم مزق ملكا. اللهم اجعل دائرة السوء عليه. اللهم أذقه وأنصاره وأمثاله. اللهم أذقهم جميعا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحيهم من البؤساء. اللهم أمتهم تعسا. اللهم اجعل عليهم غضبك ومقتك. اللهم صب عليهم غضبك ومقتك وسخطك. اللهم أذقهم شر الميتات. اللهم مكن جندك منهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، وأخرجهم من بلدنا صادرين مدحولين يا رب الأرباب، ويا مجري السحاب، ويا منزل الكتاب، ويا هازم الأحزاب. اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم هذه أيدينا مرفوعة إليك، وأكفنا متضرعة إليك، وأعيننا دامعة من خشيتك، وقلوبنا خاشعة لعظمتك. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم استجب دعاءنا، واسمع نداءنا، وأحقن دماءنا، وارحم ضعفاءنا، واقهر أعداءنا، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا قوي يا متين. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنه لا ملجأ لنا منك إلا إليك، لا ملجأ لنا ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك. اللهم ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل موتانا في الشهداء. اللهم أحينا سعداء، وأمتنا شهداء، وانصرنا على الأعداء. اللهم تقبل موتانا في الشهداء. اللهم أكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بماء وثلج وبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم شفعهم فينا، اللهم شفعهم فينا، اللهم اقبلنا وإياهم عندك يا رب العالمين. اللهم تقبل جهاد المجاهدين وصدقات المتصدقين. اللهم تقبل المجاهدين بالأموال، وتقبل المجاهدين بالأقوال، وتقبل المجاهدين بالأنفس والأحوال. اللهم تقبل من المجاهدين أعمالهم
اللهم تقبلها عندك بأحسن قبول وأزكى وأشمله وأنى حتى يلقونك وأنت راض عنهم. اللهم ارض عنا جميعا وانصرنا سريعا. اللهم تقبل منا جميعا وانصرنا سريعا ولا تبتلينا بما لا طاقة لنا به يا رب العالمين. اللهم من روع الآمنين من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ والولدان. اللهم شدد شمله، اللهم دمر قوته، اللهم مكن المجاهدين منه، اللهم اجعل دائرة السوء عليه، اللهم أذقه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فأعنه ووفقه وسدد خطاه، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بأدنى سوء فاجعل دائرة السوء عليه، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القول والإنعام. اختم لنا بخاتمة الإسلام وتوفنا وأنت راض عنا، واستجب دعاءنا ولا تردنا خائبين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصل اللهم وسلم على نبيك الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.